بتقولوا انه هذا الماب هو اصعب ماب في روبلوكس، وانا اليوم طبعا جاي اختبره. حاولت يا جماعه، حاولت بالهوله والله، حاولت دخلت هيك يمكن ربع ساعه، ندمت ندم الله اكبر، ندم مش طبيعي ابدا يا جماعه الخير. ندمت، فكرت ادخل هوله اصلا بحياتي، فبحثت ودورت كثير ورحت على اجانب وجدت اجانب ودنيا وبطيخ، عبين ما انا لقيت شويه شروحات. انا اختار شينينغامي اكيد ميل، يعني اكيد ميل. احط لك اي اسم انه على الاقل ما يكونش موجود، نكتب مثلا كيرا دي اكس، دي اكس كمان يلا بزبط. حتى كيرا دي اكس مين ماخذ اسمي؟ كيف ماخذين اسمي اصلا؟ دي اكس شوفي اسم، طب دقيقه دي ان مثلا ديث نوتو، بعدين نعمل سلاش زي هيك نعمل دي اكس. اها في حد مسمي زي هيك اسم؟ كيرا بطيخ، كيرا بوتاتو، كيرا عمك، كيرا ستك. والله ستك زبط. دخلنا جماعة الخير، حاليا ليش هيك شكلي انا مش فاهم، انا بصراحة دقيقة خلنا اشوف ايش انا وين، طيب انا وين بالمعركة هاي كلها اللي فوق. كيرا ستك، كيرا ستك، حلو حلو الاسم هذا، كيلر فوكسي. ايوه تريني، لسه متدرب انا قاعد. اوكي يا جماعة عنا كأنه انا اوكيتيكي هاي هذا، ايش فيه؟ اخوي انت ليش حيوان؟ والله هسه مبلغ، اذا انا هسه فايت الماب يا حج، انت مين بيسلطهم علي هذول؟ اكيد سكرين سنايب هذول صح؟ خلص ولك يا قحش، انت قحش طول الس خلاص متت، يعطيك العافية، مبسوط انت؟ ان شاء الله تكون مبسوط حبيبي. حاليا وين انا مش عارف، انا ببرج، في ابراج طويلة يا جماعة الخير كثير والله، ايش هذا كله؟ انا كيف طلعت لفوق اصلا؟ اجرب اموت، بموت يا رب اموت، قلبي ايه. طيب يعني لازم انزل على الدرج، والله حلو كثير. طيب يا جماعه الخير حاليا مشان نبلش بالماب، احنا هسه حاليا متدربين زي ما شفتوا غاد انه مكتوب تريني، لازم انه نحن نظبط الموضوع، نتدرب شوي، ناخذ شويه مهام. السور ريبر او انه الشينيغامي او الكوينشي او الشغلات هاي كلياتها مش داعي تعمل مهام، مش المفروض تعمل مهام، بس تختارهم انت وتفوت دغري، غير بروكسايد، غير مابات بي ام، غير مابات الثانيه. فنحن هسه حاليا بدنا نفوت بيوت، يعني ندخل بيوت زي هيك، في بيكون لوح على الحيطان معلق او جوا البيوت، هذا بعطينا مهام. ايه شو بتعمل؟ ايه بتطلع السيف، شو بتعمل؟ بتعمل حركه زي هاي. طيب عندنا يا سيدي العزيز حرف الان بطلع لنا خصائص وشغلات، شوف عندنا هذول خصائص كليات عباره عن ضربات، هذا كمان عباره عن ضربات، هذول اثنين ضربات تمام. طبعا يا جماعه الهكود عباره عن ضربات بدون السيف، تضرب ايديك بس. الكندو والكايدو الاثنين هذول حط بعض عباره عن ايش، قدرات، اذا انت حاب تتعلم القدرات وزي هيك تستخدمهم. اما في الناحيه الثانيه اذا كبسنا على نكس حطينا عندنا سبيشال اللي هي بوابه الارواح، بتحطها عادي بتستخدمها كالعاده طبيعيه، يعني تستخدم بوابه اللي هي هيلينج كالعاده يا جماعه الخير، هيلينج اسمه تهيل نفسك، تهيل اصحابك، في كثير حركات فيهم انا مش عارف لحد الان طبعا. اما بالنسبه للسبيد في الفلاش ستيب والشغله الثانيه السرعه، يعني بس اللي فهمته من موضوع الشروحات الاجنبيه بتحكي انه هاي الفلاش ستيب او انه السبيد بشكل عام النقاط هون عباره عن ضربات، مش انه بس سرعه وبس، لا بتضرب بالضربات كمان. واو طب ليش ما في ولا مهمه؟ ما بعرف، المفروض يكون في مهام. طب بدنا وين بدخلوا؟ ما انا مش حافظ اماكن، انا انسان مش حافظ اماكن، يا دوب حافظ اسمي انا، واخر اشي بفوت ماب تايب سول عشان ادور على بورد في مهام. دقيقه خلنا الاقي البورد وارجع لكم اللوحه. طبعا بدي اقول لكم على شغله يا جماعه الخير تكونوا عارفينها، اهم اشي لما تضغطوا اما بتنزلوا زي هيك، بتفوت على نكست زي هيك تمام، بيطلع لك فوق بدون نكست حتى، بيطلع لكم اسمكم، اسم العائله كانه كيراستك يوكيتيك ما علينا، جنبه تريني معناه لسه متدربين، بنعمل 5-6 مهام يمكن، الله اعلم مش متذكر بالضبط قديش، عن طريق اللوحه هاي عشان نبلش نجيب الايش البنكاي والشيكاي والشغلات هاي، نزداد قوه طبعا. مشان تكون عارف ما في ستات، ما في انك انت تضيف على الهيلث شيء او تضيف على دمك او تضيف الدمج، هذا الشيء لحاله بيرتفع اثناء ايش اللعب او الدمج او انه زياده ليفل، ما فيش ليفل اصلا هو، بس انه كل ما تعمل مهام اكثر كل ما انك انت زلمه تصير سفاح اكثر، وانا اسفح من هيك ما في، وبالبورد مش لاقيه، وشكرا عن الفيديو لهون. لا تعال مزح معك وين رايح انت ويا، تعالوا لسه ما بدينا، والله ما بدينا يا جماعه، بس انا زهقت وانا الف والله. طب تقدرش تعطيني مهمه اخوي؟ اعتبر حالك مهمه، اصلا بيكون مكتوب عليه هو انه البورد هذا عباره عن مهمات. خلينا نحكي مع الشباب نشوف. هاي وير از ذا بورد، اتوقع انه بورد مش هيك، دقيقه بي او اي ار دي ميشن وميشن، اتوقع انه هيك صح، بورد ميشن وين اللي هو لوحه المهام. Where is the policeman؟ جاوبني يعني. طب انت شكلك محترم، شعرك ازرق. واو احط لابوتات يي
هذا مش بط، هذا مش بط كده. والله اخوي انت منظرك يعني اقسم بالله عيب عليك تكون مش اوكي بني اوكي ادم. تمام. تمام، خليش زي هيك، نحكي مع اللوحة هاي زي هيك. يو ار شو، يو ار نوت ان بارتي. انا لازم اعمل كريت بارتي من هون بالاول. طيب هسه بتاخذني على المهمة يعني، ما فهمتش المبدأ يعني انا. ان اي كيو ان كيو، اه والله اخذني، اخذني والله خلص. تمام. فين اثنين هولو غاد شباب؟ شو بتسوي انتو صديقي؟ هيه ليش تضربوا بعض؟ ليش بتضربوا بعض هذول؟ المفروض انه هم ايوه قاعدين يعني يضربوا الصديق اللي هون. ايه فزع، فزع احلى فزع العيون، احلى فزع. دقيقه خلص. حيوان، حيوان سحب علي. طب اصبر يا اخوان، اثنين على واحد والله عيب، عيب يعني. انا شكل جديد، عيب عليك انت وياه انكم تضربوني، انا زلمه جديد يعني عيب. طلع هذا الشحش هذا الكبير هذا صديق. انت ليش طويل؟ مات، انحسبوا لي، المفروض انهم حسبوا لي صح. اوكي نرجع على البورد. شيت، وين البورد؟ حبيبي نرجع ندور عليه مره ثانيه. اوكي ندور عليه ونرجع لكم، عملناها مره دي. بقول له ويتت، نقلنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ارى احاول اتجنب الشباب الطيب اللي هون، اسحبهم شوي على الشمال. اجوني 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 اجوني. كل لا اربعه، لا احنا والله تسحب اثنين. انا اما اربعه لا، هي ما مرت علي ابدا. دقيقه، حد شوي حد شوي اخوي، هذا حاله. ليش حاقدين علي هيك؟ ليش هيك حاقدين علي الشباب؟ دقيقه اصبر. طب حد يموت منكم؟ يا رب ما اموت. لا بعرض بالله عليك، بالله علي ارجوك. حلو هيلت هيلت، بس قتلته هيلت. صاحبنا شكله توفى، راح يجوا الشباب باقيين. يقول شت يا جماعه، هذا مش راضي يموت. اقول لك موت شوي. حلو. ضايل واحد، ضايل واحد صديق. صاحبنا مات. صعب نمت، انا هيلت لاني قتلت واحد، فانا ايزي ما ماشي عليك. لا طلع حيوان، انت حيوان. يي ها اضرب والله، يكسر بوكسات اقسم بالله، بكسني تبكيس وبتصرخ كمان يا معفن. بس توفى زي هيك، نروح نشوف انها سريع. اتوقع هي الرابعه، ضايل وحده، ضايل الخامسه بس اسويها والامور طيبه بتكون ان شاء الله. انه بتتغير درجه التريني، بنبطل متدربين بنصير ناس عندهم قيمه شوي يعني شوي، بس لو اشي بسيط. المهمة الأخيرة، تعالوا كم بيبي كم بيبي، اضرب سريع اضرب قبل هم يضرب. دائما أنت يعني سر الدفاع هو الهجوم، بس إنه أنا شكل الهجوم عندي بيض. يا رب صبرني بس يا الله. كيف والله هو أحسن من الهولو، أحسن من الهولو بصراحة. لو تشوف الهولو أنتو بالماب ستور ريبر أحسن من الهولو حاليا يعني. طلع ماخذينها مقاول أنت وياه على فكرة، شاطر بضربني بس. طب طلع بضل يصد، في اشي اسمه ديفنس هون صح؟ بقدر اصد الضربة. طيب صد، في مجال صد، اشوف صد، اشوف زي هيك. اوكي في دي، في هذا للشيلد، في بطيخ زي بار تحت لونه اصفر، اذا تعبى بنكسر الشيلد عندك، الدرع بنكسر بس. لك موت، ايوه اوكي حلوين. لحد هسه لا ماش تسد المهمة، لا ما صار اللي بدنا اياه لساتنا التريني. لا والله هيها اعطانا اياها جريد، صرنا جريد 5 هسه حاليا. نحن بلشنا نتحسن نلفل شوي. في عنا نقاط ستات كانه هون، هنيجي زي هيك. احنا قديش معنا؟ هاي معنا هيهم خمسه، فاعمل انه الخمسه كلهم احطهم هيك على سبيد. والله من عارف احطهم على سبيد ولا لا، حط انا هيك حطيتهم صح؟ ما بقدرش ارجع. طيب اخوي بس واحده احطها باي مكان ثاني. طب انا شو استفدت هيك اذا حطيتهم كلهم على سبيد؟ بقدر اخذ حركات من هذول مثلا، مش فاهم انا. كونفيرم وايب، شو الوايب اصلا؟ مش عارف. نكست نكست، باك خلص صرنا على سبيد احنا هيك يعني. شوف الداش، ما صار لنا شيء، ما اختلفنا اي شيء نهائيا. فراح نكمل مهام نحن سريع ونشوف، نحاول نطلع لنا قدره شغله. هذا ايه، كيف توفى هذا؟ هي سلامتك اخوي. هي براس من بموت هذا، مع فاكهة الجوست، فاكهة الاشباح ببلوكس فروت. جريد انكريز اخيرا، ما بعرف شو. خلص اوكي زبط اوكي صار ساعتين بعافي رحلتي حاله اخر شيء طلع ظابط. طب شو صار معنا هون عندنا مثلا؟ احنا كبني ادمين، انا كبني ادم شو استفدت من هذا الاشي مثلا؟ ايش هذا؟ انا بني ادم توفيت، ليش؟ شو اللي صار طيب هسه هيك؟ ايوه بطلت سيف. لا 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 صديق، كيف بدي الغي الاشي هذا؟ كيف بدي ارجع سيف؟ انا هسه بدي ارجع سيف الان بدي ارجع. جبت العيد يا جماعه، والله اني جبت العيد. قالوا لي بالكودات خذ بلو الكسير، انه هذا الاشي ممكن تشربه انت عشان ترجع ايش السيف المفروض. طيب شو اللي صار هسه معنا نحن هيك؟ اوكي ارجع، والله رجع السيف، حمل السيف. كويس والله. طبعا بتجيبوه من الكودات البلو الكسير، بيصير عندكم هون بلو الكسير. تمام عندنا هون لوكت اليمنت ريرول، اليمنت ريرول. خلينا نشوف بالله اشوف. اوكي طب كيف اعمل؟ اذا عملت مثلا اكويب 1 مثلا
انا فهمت يا جماعة الخير، انا هسه جريد 3 لازم اوصل جريد 2 عشان اني انا اقدر ايش اسوي، اعمل ريرول الاشياء المسكرة شايفينها والسبنات هاي كلها، بقدر اعملها بس اصير جريد 2. يعني لازم اضل اكمل نفس مهمة الفيلو تلفيلو، اروح اجي يمين وشمال اضل نفس المهمة، اوصل جريد 2 ساعتها بقدر اعمل ريرول. تمام يا حلوين؟ تمام يا ابطال، كفاية لهون، على الاقل فهمنا اشي وعرفنا اشي وعرفنا شغلات نحن اول مرة بنعرفها بالذات انا يعني بصراحة. فان شاء الله اشوفكم فيديو ثاني يا جماعة الخير، والسلام عليكم.